السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال دايما متكرر اليومين دول، هو موعد أول زيارة إمتى؟ لأن أنا قلقان على ابني. بص حضرتك، هنتكلم على يعني موعد الزيارة، بس يا ريتك تخليك معايا لآخر كده للفيديو تكرما منك، وليس طبعا يعني كده فرض إنك أنت تحط لايك للفيديو وتسمعني للآخر إن شاء الله. إن شاء الله أنت عاوز تطمن على ابنك. ابنك طالما مفيش أي حد اتصل بيك في خلال هذه الفترة، فاطمن ان ابنك بخير وابنك في ايد امينة هناك، مفيش اي مشكلة. ابنك راجل وبنتك راجل، فاطمنه ان شاء الله. نتكلم عن موعد اول زيارة وايه اللي بيتم. هو حضرتك كده كان يعني هو دخل او راح، رحت استلمت المهمات يوم 14، ويوم 17 ابنك راح سلم نفسه. فمن يوم 17 احسب كده 45 يوم، يعني تقريبا يوم 1 11 2 11 المفروض المعهد هيتصل عليك ويديك التعليمات ان الزيارة المسموح بيها كام فرد، نفرين ثلاثة. يا ريت انت اليوم دوت بقى هو يحدد لك اتنين او ثلاثة اللي هيحددهم لك، وتكون اعز الناس اللي هو بيحبهم ابنك هم اللي هيروحوا. والموبايل تقريبا مش مسموح، خده معاك موبايلك، مش مسموح بيه هتسيبه امانات وهترجع تاخده. ابنك اطمن عليه، انت المفروض في الزيارة دي هتاخد الشيء اللي بيحبه ابنك، الاكل اللي بيحبه ابنك، خد له الاكل كله، اعمله الاكل اللي ابنك بيحبه. هتقضي اليوم ده جميل مع بعض كده، تقعدوا في مكان مع بعضيك مع ابنك، شد في اليوم دوت على ايد ابنك على ايد بنتك كده، قول لهم ربنا يقويكم، انتوا رجاله، اثبت ان انت حاول تفرحنا، في ناس كتير منتظراك، نفرح بيك بره، يعني حاجات زي كده. حاول تشجعه، منك كلمة طيبة من الأم دايما كده، هو تشد على إيديه إذا كان ابنك ناقصه. يعني احنا كنا بنقول إن الطلبات كتير، فكان خد يعني مثلا جزء بسيط، فحاول أنت يعني مثلا خد له معاك مثلا يعني حاجة مثلا زي الأريا حاجة بتاعت الغسيل، حاجة بتاع النظافة، يعني خد له معاك صابون، خد له معاك ناقصه تيشيرتات، ناقصه مثلا بوكسرات، ناقصه الحاجات ديت، خد الغيارات دي معاك. وبالنسبة للبنات اللي هي الحاجات الخاصة بتاعت البنات، لو كانت بنت برضه خد لها الحاجة معاك بالزيادة. وربنا يطمنه يعني يطمنكم على اولادكم بقى. فهو في السنه اللي فاتت في ناس ما حصلهاش اتصال، يعني ما اتصلوش عليهم بموعد الزياره. فدايما تتابع المواقع وتتابع قناه زي كده، وفي قنوات كتير غيري برضو يا ريت تتابعهم، مش هتخسر حاجه والله لو تابعت قناتي وقناه غيري، عشان تيجي لك المعلومه، تكون مشترك في القناه عشان خاطر تيجي لك المعلومه. ان شاء الله الزياره هنقول لك قبلها بيوم او اتنين، عشان لو ما حدش اتصل بيك هتروح عادي من غير ما حد يتصل بيك، وهيدخلوك عادي طالما ابنك بالداخل هتخش عادي. بس خلي بالك يعني الناس بتجيها تليفونات، وفي ناس والله السنه اللي فاتت قالت لي انا ما جاليش وعرفت من القناه وراح وايه ودخل. فانت حاول تشد على ايد ابنك، وحاول دايما تكون ابنك ده عامل زي يعني كتكوت كده، الحاجه الخضراء كده، فحاول تداري كل حاجه، يعني ما يعني بلاش نشر صور، بلاش مش عارف ايه، انك انت كده يعني خلي كل حاجه في الدره. يا ريتك انت كولي امر وولي امر تفهمني كويس، خلي كل حاجه تتعمل كده في الدره كده، حتى لو نزل ابنك اول اجازه برضو يعني حاولوا تكون مداريين. ابنك ما ينشرش لما يكون بقى ينزل اجازه ومعاه تليفونه، ما ينشرش صور ليه والكابتن فلان والمعاون فلان والكلام، لان في واحد بيكره، في واحد بيحبه 10 بيكرهه. فحاول انك انت تداري على يعني شمعتك تقيد كده زي ما بيقولوا كده، وخل واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، زي ما برضو كل احنا في الفلاحين او في البلاد بنقول الكلمتين دول. فحاول انك انت تكون كل حاجه كده في الدرع لغايه ما ربنا يكمل لابنك على خير. اطمن على ابنك، مفيش حاجه، ابنك في ايد امينه هناك. ابنك لو جه في نص الليل صحي وقال اه يا بطني، بتلاقي 1000 واحد حواليه، اصحابه والمسؤول عن السريه وظابط السريه، فما تقلقش. يعني في اصلا يعني هم واخدين منك الرقم المراسل اللي في القاهره ليه؟ عشان لو لا قدر الله حصل حاجه جديده للولد بيتصلوا بالاقرب واحد دوت اللي هو في القاهره ده وبيروح له المعهد. فما تقلقش على ابنك طالما لغايه الفتره دي مفيش اي اتصالات في خلال فتره التدريب اللي هي 90 يوم دي، فما تقلقش. انتظر ان شاء الله من يوم واحد او يوم يعني يوم واحد او يوم اتنين تليفون من معهد هيبلغك بموعد الزياره بالعدد المسموح بيه، ايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح بيه. اتمنى اللي هو ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. اتمنى لكم التوفيق، اتمنى لكم ربنا يكرم اولادكم جميعا كده وتفرحوا بيهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.